حسونا بيه منور سليمان حبيبي هابي نيو يير هيبان. سليمان بيه بلغوني ان جمال السكر على وصول. ايوه طيب انا نازل حالا. يلا بينا. أنا جاهزة. إيه مالك؟ مش عارفة بس حساني كده عاملة زي الكرومبة. كرومبة إيه؟ ده أنت زي القمر. يلا حصلينا على تحت. آه مفيش شرب النهاردة زي ما اتفقنا. أوكي. أهلاً. بابا هابي نيو يير. كل سنة طيبة. أنت طيب. بجد شكلك حلو، حاسسني عاملة زي البالونة كده وهفرقع. لا بالونة ايه؟ الناس كلها عارفة انك خلاص كام يوم وهتولدي. ماشي يا ستي، اقعدي وفخي فيا كده عشان انزل تحت فرقع في وشهم. طب ما بتاكليش انت ليه؟ خلاص هاكلك زي ما انت اكلتي. كاتو طعمه حلو قوي. اهلا اهلا جمال بيه. اهلا وسهلا. انا دلوقتي بس ممكن اتفائل بسنه 2012. هابي نيو يير يا سالم. ما دام سعادتك امرت هتبقى هابي ان شاء الله. اتفضل معاليك. اتفضل. الحقوا جمال السكري وصل. الله. هو مش المفروض انه فطره؟ وطي صوتكم الوحيد اللي فلت هو. هابي نيو يير. شرفت جدا يا فندم. هابي نيو يير يا هانا. شرفتني يا فندم. بسنت ازيك يا روحي؟ انت ايه حكايتك بتحلوي كده ليه؟ بقى يلا بقى يا سالم عايزين نفرح بيها. ان شاء الله قريب قوي. احنا المفروض نفرح بسالم بيه نفسه في السن ده ولسه قادر ينزل لنا موديلات جديده. حسد عيني عينك، حتى في هزاره السخيف مش قادر ينسى انه تاجر سيارات. هو البيرة كبير
كل واحد يشوف شغله. كاميرا في فيلا سالم الجرح. وفي ليلة راس سالم؟ ليه كده يا حبيبي؟ مين اللي بعت الكلام؟ يا باشا اطمن، قضيتك مضمونة. أخلصها بسبع رجل الصغير عادة في المؤاخذة. بس المحاكم تخلص شغلها في قضايا الفساد، وأنا أجيب لك حكم من أول جلسة. عيب. ده أنا أبو اليزيد. قفشناكي. هابي نيو يير. هابي نيو يير. عن إذنك. دماء فرغلي، المرة اللي بتقرا الفنجان، ما هي دي اللي قالت لابن الريس انه مش هيوصل للحكم. حمار يا جدع انت، حد يقول حاجة بالشكل ده؟ انت السيد ده مين؟ حضرتك قلت لي راكب ايه؟ اختي عليك يا ما، بكلمك كتير قوي وانت ما بترديش عليا. بتكلميني من انهي يا ما؟ انما اللي انت قلتها لي اخر مرة. واخر مرة دي كانت من امتى؟ ثلاث شهور تقريبا. انا اخري في اي نمرة شهر. انا مش هسيبك النهارده لما تقري لي الفنجان. كان نفسي. انا اسفه قوي، انتوا عارفين انا ما بقراش غير فنجان واحد في اليوم، ونيو يير دايما محجوز لي سالم بيه. ايه ده يعني مش هتشوفي ريحه الجواز السنه دي ولا لا؟ انت مش محتاجه مها يا حبيبتي، انت محتاجه معجزه. شربات يا مها. صحفي معرضه حب يعمل ناصح بس كله تمام، والشركة بقى اللي بعتت الوترات حسابي معايا بعدين، ما تقلقش سعادتك. سنة طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا حبيبي. سنة طيبة في سنة. انت طيبة. السنة اللي جاية هتهني ثلاثة بالسنة الجديدة. ده لو كان يعرف قد ايه انا مستعجل عليه كان جا من سنين. هابي نيو يير يا باشا، سنة سعيدة عليك وعلينا. ان شاء الله سعيدة يا ابو الهدى. هابي نيو يير. ميرسي. كاسك. ما بشربش. هو انا لازم احط في فنجان عشان تشربي؟ قلت لك ما بشربش. بلاش تضربي طبق حلويات. عامله دايت. ليه؟ ده انت القالب غالب. عن اذنك. صدق مش هي مشيت، بس انا حاسس انها لسه معايا. معلش التليفون مهم لسلم بيه. ابو العز بيه. هلا يا ابو العز. الحقنا يا سالم بلا اتمسكت. ايه؟ الرجاله جاهزين عندك فوق يا حسين؟ جاهزين يا فندم. الهجوم على اشاره مني. تمام يا فندم. جاهز يا منير؟ جاهز يا فندم. فلوس يا بورع. عين ابو العز باشا. الهجوم لما العد يوصل واحد. لحظات ويبدا عام 2012. ستر يا معلم. اضرب يا عسكري. ساعة حقه حفر عليهم بالعربية.
خير يا باشا؟ في ايه؟ مش عارف في ايه؟ ابدا يا باشا، احنا بنغار فرد الكاوتش، جم الناس الطيبين دول يساعدونا، فجأة لقينا ضرب نار. شكلك بتتفرج على ام بي سي اكشن. لا وشرفك يا باشا، بتفرج على روتانا زمان. طب اثبت اهو يا باشا، ثابت. خد الظريف ده، خدوه. الحقني الحقني يا سالم بلا اتمسكت. انت كمان هتتكلم في الموبايل؟ يا باشا سعادتك، انا ببعت رصيد للمدام قدامي. حيرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي، بص لفوق بص لفوق. ايش ايه ده بقى؟ في ايه؟ مساء الخير يا باشا. مساء الخير. فرحان؟ ها؟ لا فرحات. انت تستهبل؟ طب والله العظيم تلات اسمه فرحات، وانا اقدر اكدب عليك يا باشا؟ طب هات رخصك يا فرحات. أنا يا باشا عناية. ده عقد العربية ودي الرخص يا باشا. ألو سيد، الحقني، أنا اتمسكت. الله أشوفك هنا تاني بالليل. أهو أنت. لا يا راجل، معلش صحيتك. استنى ايه؟ واحنا جينا عشان نستنى هنا. لا يا سيد استنى. يا سيد استنى ايه؟ ده وقت، استنى هحكي لك. تعالي تعالي. السوسته ايه؟ هي فين السوسته؟ انت غيرتي مكانها. ده وقت مفاجاه. انت يا بنتي تعالي بس هقول لك. لا الناس تشوف. شفنا ايه؟ احنا في امن مكان في مصر. تعالي خالص. ايه اللي جاب الالترا هنا؟ بتتفرج على ايه؟ اجري يا بنت الفقريه، محافظه الجيزه بتتفرج. جرى ايه يا عم حسام؟ انت ركبت ولا ايه؟ يا فندم والله انا ما عملت حاجه. ايوه بس اخوك عمل. والله ما لحقت. انا هحكي لسيادتك اللي حصل بالظبط. انا دخلت لقيتها مغمى عليها وممدده على الارض، خفت بقى تبقى قاطعه النفس، حطيت راسي على صدرها كده يا فندم، لقيت العفريته فيها نفس، شكيت قلت اعدلها بنفسي عشان اتاكد. وانا بعدلها يا فندم صدرها جه لا في صدري، لا يا باشا، ببص ما لقيتش وش، لقيت شعر. انا اتخضيت بقى، قلت ايه ده؟ اتاري شعرها مغطي على وشها. رحت زايح خصله الشعر من على خدها. بص يا باشا، ورحت نازل بايدي على رقبتها اشوف في نبض ولا لا زي الافلام. لقيت رقبتها دي يا باشا نار نار. وبعدين اتلسعت. لسه بقى هحط شفايفي على شفايفها عشان عشان اعمل لها تنفس صناعي. سيادتك دخلت وبوظت كل التجهيز. قصدي يعني لما شافت هيبه سيادتك فاقت. بلا فاقت بلا زفت. خد اخوك وتفضله بره. بره ليه بس؟ طب حط نفسك مكاني. سيادتك في مكان ضلمه ومعاك واحده زي القمر. اوام ايه؟ جسم ايه؟ بص يا سيادتك اسامه تعالى كده. بص يا سيادتك، بص صيده المدير نعرفه. بذمتك بقى يا فندم، دي واحده حد يتخلى عنها ولا ما تتسابش؟ يا فندم البنت تعبانه وانا تعبان. وانا كمان تعبان يا سيد. خلاص يبقى احنا الثلاثه عايزين مكان. بس ده فعل فاضح. فاضح ايه يا فندم؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله، احنا اولاد ناس يا برنس الفن. ابونا الحاج مربينا احسن تربيه، الفرض ما بنفوتوش. احنا جايين نبهدل. الله. الو الو سيد، الحقني، انا اتمسكت. ما بيردش. الو الو. الله، انت مسمعني ولا ايه؟ يالا بقول لك اتمسكت اتمسكت. انت كمان اهو الحاج اتمسك. مش بقول لك عيله تشرف. تخلص ورديتك وتروح على البيت عشان تطمن مرات ابوك اخوك. ما تجيبش اي سيره لحد ما اشوف اذا كنت هعرف ارجع بيه النهارده ولا لا. طب فهمني انت رايح له فين بس؟ فرك الكعب لحد اسماعيليه وهرجع لك. اسماعيليه؟ طب هتبعت بالتليفون. قول يا رب. عيله ما يعلم بيها الا ربنا. يا معالي الباشا، هابي نيو هير. والله انا مقدر الظروف
عشان كده انا ما زعلتش على اعتذار معاليك عن حضورك الليله. ايوه يا سامح، عايزك انت ومجد وانور حالا على مديريه امن اسماعيليه. بالعز دفروا اتقبض عليه وفي طريقه للمديريه. اتصرفوا بسرعه، حاولوا تلبوا الموضوع قبل ما تعمل له محضر. ايوه احنا بنشوف حد من حبايبنا بنكلمه. لا لا ابدا خالص، المهم ان في حد من اصدقائنا، حد محترم جدا بيشتغل في التصدير، يظهر ان في حد من حزب اعداء النجاح عمل له ملعوب عشان يلطخ له اسمه وسمعته. باختصار عشان ما اطولش على معاليك، اسمه ابو العز الضفراوي، من كبار مصدري البطاطس، ماسكينه في كمين على طريق الاسماعيليه. في انتظار تليفون معاليك، اكون شاكر جدا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الحالي يا سيدي بموت. سليمان دكتور بسرعه. امرك يا باشا. مالك يا ريهام؟ استر يا رب. يعني ايه هربوا بالبضاعه والفلوس؟ ازاي في وسط القوات دي كلها؟ يا فندم دي كانت حرب، احنا اول ما بدانا الهجوم لقينا الرصاص نازل علينا زي المطر من كل حته. دول كان معاهم ترسانه اسلحه يا فندم، جرينوف واربجي والي. الخسائر عندك قد ايه يا حضره الضابط؟ في امين شرطه استشهد يا فندم، وثلاث عساكر اصابات خفيفه، والرائد شريف معروف استشهد يا فندم. والمهربين مسكنا ابو العز الضفراوي وثلاثه من حراسه، وفي اثنين مصابين واربعه من عندهم ماتوا. حاضر يا فندم، اوامر معليك يا فندم. خير يا فندم. الرائد شريف جوز اختك، تعيش انت. انا لله وانا اليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قتلوه؟ قتلوه الكفاره؟ طب وولاده؟ ولاده اللي قاعدين في البيت دول اقول لهم ايه؟ ده انا قايله لهم ما يناموش عشان نحتفل سوا بالسنه الجديده. يا شريف، يا رب. صلي على النبي يا منار، مش كده؟ هو دلوقتي في مكان احسن بكتير، ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. لا اله الا الله، اهدي شويه يا حبيبتي. بعدين بقى يا منار، خليكي جامده مش كده؟ هو من رحمه ربنا ان الولاد لسه صغيرين مش حاسين بحاجه، واحنا جنبك مش هنسيبك. نشوى خليكي معاها، تلاقيش يا منار، حق شريف هيرجع وانا اللي هجيب. الحمد لله الجنين بخير والحاله مستقره. الف حمد وشكر ليك يا رب. امال حصل ايه يا دكتور؟ حاله القيء اللي حصلت لها انقذتها من حاله التسمم. تسمم؟ مش ممكن. انا متاكد انها حاله تسمم، وان شاء الله هتبقى كويسه باذن الله. اتفضل. شكرا يا دكتور، سلامتك حبيبتي. الله يسلمك. اتفضل يا دكتور. سلامتك يا ريهام، الف سلامه. الله يسلمك حبيبتي. انزل انت يا حبيبي كمل سهرتك، كفايه اللي حصل. قول لهم ان انا بقيت كويسه. طب اقعد معاكي شويه بس عشان اطمن عليكي. ما تقلقش يا بابا، انا هفضل معاه لغايه ما تفوت. برضه اللي عند باسانت ده شبه تسمم، اكيد الاكل كان فيه حاجه. انا شاكك ان المقصود كان جمال السكري. في حد تاني من ضيوف اشتكى؟ كلهم زي الفل سعادتك. مش يمكن يكون الولد الويتر ده اللي كان معاك كاميرا عمل كده عشان يلخمنا ويحط له حاجه في الاكل؟ انت اتاكدت ان الولد اللي لقوه تحت في المطبخ صحفي فعلا؟ لولا بطاقته وكرنيه واكده كده كان زمان سعادتك دلوقتي بتقرا عليه الفاتحه. لو سمحتوا لي يا جماعه من فضلكم، أنا عايز أعتذر لكم، بتأسف لكم جدا، وريهام كمان بتعتذر لكم. أنتوا عارفين آخر أيام الحمل دي بتبقى سخيفة قد إيه. على كل حال الحمد لله هي كويسة دلوقتي وباسنت معاها في أوضتها. من فضلكم كملوا السهرة زي ما أنتوا عايزين، بليز. ده عندي ولا إيه؟ أنت اللي بتسألي؟ أيوه أنا اللي بسأل. أصل عينيك بتقول غير كده خالص، عينيك بتقول إن كل اللي أنت قلته لضيوفك من شوية كذب. الله 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 الله، أنتِ هتغيري نشاطك ولا إيه؟ هتسيبي الفناجيل وتمسكي في العيون؟ عموماً كلها شوية وفنجالك يبقى بين إيديا، أكيد هيقول لي على الحقيقة. أيوة يا ابني، أنت فين يا سمعة؟ أنا أحلق في سماء المتعة الحرام. يعني أنا في التمام وآخر انسجام ومستني البيرة بعد ما رفعت جوزين الحمام. لو إن أنت محسس إن أنا طالب برنامج براعة من المستقبل. يا ابني أنت فين؟ أنا مسلوق فيك، خلصني. البت برضه بتقول لي إن أنا زي القمر، وأخلصك إيه؟ ده اللي مسلوق ده، أنا جامدة أوي يا سايكو.
الله يحرقك يا ابني. ركز يا ابويا ممسوك في اسماعيليه، عدي عليا خدني من عبد المنعم رياض، هم ساعتين زمن هنروح اسماعيليه رايح جاي. هذا الرقم الذي تحاول الاتصال به غير موجود في نطاق الدنيا، حاول اتصال لما فوق لك واخلص المسرحه اللي في ايدي. يا واطي يا جزمه، هعمل ايه يا رب بس دلوقتي؟ وحشتيني. وانت كمان. ممكن اطلب منك طلب؟ من عينيا. ممكن تقولي لي بحبك بجنون يا سمعة وتهزي شعرك جامد؟ بحبك بجنون يا سمعة. لا يا أما إنها الخطيئة بجواري. يلا بقى. بتعرفي تسوقي؟ يلا يلا بينا. يلا بينا. رايح فين؟ اصل انا كنت بعت حد يجيب بيره بس مش عارف اتاخر ليه. ثاني حد غيري؟ اه صحيح. الله الله يا لهوي يا هو. انا كان ادخل في العربيه. ثانية واحدة. ثانية واحدة. استنى. ثانية واحدة. ثانية واحدة وجايك. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. السلام عليكم. اصل انا كنت بعت حد يجيب بيره وما رجعش. هو فين؟ كل سنه وانت طيب يا برنس الاسفلت. وانت طيب يا حبيبي. على فين بقى ان شاء الله؟ مشوار صغير كده بس. اسمع ليه رايح جاي. اسمع ليه رايح جاي؟ ايه سافرت منك ولا ايه؟ لا هتسافر معايا. بقول لك ايه، انا مش ناقص وجع دماغ. حياة أبوك أول ما توصل قدام اسم أول إسماعيلية وحتى أبوك يبقى صحي. اسم أول إسماعيلية؟ هو الباشا ما بحث. ده أنا بموت في الإسماعيلية. وماله بيجري كده ليه؟ الله بالراحة يا ابني، البوكس عليه قصاد. أبو العز بيه طمن. أبو يزيد بيكلمنا والموضوع هيخلص النهارده. ولا يهمك، مطمن على الآخر. أحب أعرفكم بالأستاذ سامح المحامي بتاعي، وده محمود وحسين اللي قبضوا عليا، قوات خاصة زي العسل. مفيش كلام مع المتهم. إحنا دفاع المتهم. ولا كلمة زيادة. نزلوه نزلوه. يا عم أنا مش محتاج حد ينزلني، أنزل لوحدي ولا فوق شجرة أهو. نزل. ضيعتوا علينا راس السالة النهارده. أبو العز بيه طمن. محامي واحد بس اللي يدخل، باقيين بره مش عايز اسمع لهم صوت. يبقى انا بعد اذن الزملاء. بعد اذنكم. استناني هنا يا برنس الاسفلت. باشا انت هتتاخر كتير. انا عارف. لسه هو عمل ايه في الليله السودا دي؟ ربنا يستر. هو مين ده يا باشا؟ اه دخل في شغل مباحث وادي نفسك في 60 داهيه. يا جدع انت بتستعبط؟ تشوف مين وتتكلم مع مين؟ طالما ممسوك يبقى انسى. ها؟ برنس الداخلية يا باشا. ابويا ده لا بيهش ولا بينش، اكيد متاخد غلط. الحكاية كلها بس اقعد معاه افهم ايه المصيبة اللي جاي فيها عشان اعرف اتصرف. انت قلت لي اسمه ايه؟ فرحات ابو دومة. فرحات ابو دومة. الله يبارك لك. فرحات ابو دومة، فرحات ابو دومة، اهو فرحات ابو دومة. اتمسك بسجارة حشيش وعربية مسروقة ورقها مضروب. بقى مش عيب يابا، يبقى ابنك سايب بشرية اللي ضارب نص شهادات الدكتوراه اللي في البلد وتتمسك بورق عربية مضروب؟ عامل لك يا سيد، ما انت حراق. الورق اللي انت كنت هتضربه ب 2000 جنيه قال لي بسبسته بس 500. انت هتسيح لنا؟ بسبسته ب 500؟ عامل لي ناصح يابا بتوفر؟ ادينا هندفع اللي انت وفرته ثلاث أضعافه للمحامين، ويا عالم يا عالم هيدوك حكم قد ايه؟ شمتان فيا يا سيد؟ مش قوي. مش القصد يابا، دي مسألة مبدأ. وبعدين لو شمتان ما كنتش جيت لك. بس مش السيد اللي يعمل كده مع أبوه. قول لي أكلت حاجة؟ لا أنا بصراحة ربنا كده على لحم بطني من الصبح. طيب سيبني بقى أنزل أشوف لك شوية فول وطعمية كده أظبطك في المكان اللي أنت. إيه؟ بهزر يابا، ادعي لي ألاقي كبابجي فاتح السعادي. شاكرين لحد الصوت. لا فاتحين، ما تنساش السكان يا سيد، أجنبي وحتى أبوه. أقول لك الحق يابا؟ أيوه أنا شمتان فيك بقى. من امتى انت بتسجر اجنبي؟ هتتلك وانت في الحجز؟ تحب اجيب لك حاجه عشان الدايت اللي انت عامله يا فرحات؟ ماشي يابا.
ها تمام يا باشا؟ لسه معاصلك ابن اللذينة مش عايز يعترف. قال ايه؟ البيع عايز كباب وكفته. ايه؟ ايه المتهم ابن المرة؟ لا لا ليه الشتيمه؟ امه ملهاش دعوه باللي حاصل. اطلع لي على احسن محل كباب وكفته في اسماعيليه. وسيادتك اللي هتجيبه له بنفسك؟ طب ما كنت بعت معايا اي عسكري يعني. يا ابني الراجل ده مستهدف، يعني ممكن اي حد يسمه، لازم امنه بنفسي، وانت عارف خيار مخلل طحينه، انت هتعرفني شغلي؟ عندك اطلع عندك استرها علينا عندك وعلى مصر. سيادتك مش هتقدر تحجزه اكتر من 24 ساعه، بعدين هتحوله على النيابه وهي كمان مش هتديله اكتر من 24 ساعه عشان موكل ابو العز اتقبض عليه بدون احراز. ساعتها باخده في ايدك واخرج بيه من هناك. يلا ده ينفع برضه يا باشا، خد في ايده ولا بنخطر وباخذه. وبعدين يا باشا لازمتها ايه اللفه دي كلها؟ طب ما نخلص الحكايه واخرج من هنا بدل ما ندخل في دور عند مع بعضينا. ايوه هات اخرك واعمل حسابك، انت مش هتخرج من هنا غير على النيابه، غير كده على جثتي. ايوه احنا بنحاول. حاضر يا فندم. طب ثواني نادر بيه، ممكن تتكلم؟ ما بكلمش حد. ايوه بس ده لو اتجنب من العفريت. واعمل حسابك، اي تجاوز هسجله في محضر رسمي ويتضاف على فاتوره المتهم. سعادتك يا بتعقد الموقف. مات الكلام يا نبيل. الله يرحمه. هو مين؟ الكلام. خد على الحجز يا نادر بيه. ما ينفعش سيادتك يتحط في عسكري ونفذ الامر. بقول لك مفيش اكل ولا شرب في الحجز ولا تليفونات ولا مقابلات. طمنا ابو العز بيه. عرفكم بنبيل بلبل. طلعوا لي كل اللي ملوش لازمه بره الاس. لو سمحتوا يا باشا. سعادتك للاسف الناس دي معاها حق، ابو العز الضفراوي هياخد افراج بمجرد ما يتعرض على النيابه. لازم ما قدرناش نوصل لطريق المخدرات او الفلوس. بلاش الوقفه دي هنا. حاضر يا باشا. دي لا ينفع فيها علب السجاير ولا خرطوش السجاير. لو عايز تدخل اكل الحجز عليك وعلى حضره الضابط. لو حضره الضابط قال اه يبقى اه، حضره الضابط قال لا بألف هنا وشفا على بدنك. يا برنس الداخليه الحكايه مش مستاهله، ده كله على بعضه ربع كفته اعمى، وانت عارف الكفته لما بتبرد بتدهنن وتجلد وما بتتبلعش. ما تتعبش نفسك معايا، عايز تدخل اكله وهي سخنه عليك وعلى حضره الضابط. طب فين مكتب الباشا؟ مكتب الضابط هناك اهو. ماشي. لا بس خليك انت معاها نشوه، ما تسيبيهاش. لا الامور شكلها مطوله هنا لسه قاعد. بس وحد امه ما هسيبه. مساء الخير يا باشا. شكل سيادتك مشغوله يا باشا. السلام عليكم. هكلمك تاني. استنى عندك. تعالى. أمرك يا باشا. عايز إيه؟ ولا حاجة سعادتك، يعني طلب تافه كده، بس لقيت سيادتك مشغول فاحترمت نفسي وقلت أمشي. ومالك باصص في الأرض كده ليه؟ خجل. يعني هيبة سعادتك يا باشا اللهم صل على النبي، وبعدين العين ما تعلاش عن الظابط معروفة. ولا عشان اتقابلنا قبل كده وخايف أفتكرك. يا باشا مقابلة سعادتك شرف يعني، بس أنا لا أستحق مطلقا. طب يا خفيف. طلع لي كل اللي في جيوبك وحطهم هنا على المكتب. انا اتقلب كده عادي في الاسم. سمعتني؟ حاضر يا باشا اهو. حاضر يا باشا. معقوله ورقه ب200 واحده بس اللي معاك؟ فضل وعدل يا باشا، حد لاقيها اليومين دول؟ طب شوف بقى كده في كعب الجزمه ولا الشراب ولا هيئه الفانيلا. هيئه الفانيلا دي بالذات يا باشا بقى محتاجه حاوي عشان احط فيها فلوس. هو فيها يا باشا؟ انا كل اللي انا عاوزه بس ادخل ابوها الكفته قبل ما تبرد. اه حاضر يا باشا. سيجاره؟ ما بدخلش سيادتك. مش علبه سجاير دي ولا انا ناظر ضعيف؟ لا دي امانه يا باشا. أمانة زي خجل. أمانة وخجل. قلت لي إنك عاوز تدخل لأبوك الكفتة قبل ما تبرد. ده إذا ما كانش ضايق سعادتك. لو الموضوع ده يضايق سعادتك أنا ممكن أقنعه يصوم بكرة، وحتى ياخد ثواب ينفعه في آخرته يا باشا. بطلت تضرب ال 200 جنيه من امتى يا سيد؟ من 10 سنين واكتر سعادتك. سعادتك تعرفني فعلا. سيد ابو دومه شهرتك سيد بشريه. حد ينسى الضابط اللي جابه برضه عرب؟ دقق فيا كويس وما تخافش. نقطة الزاوية الحمراء. افتكرت؟
انا عمال اقول يا باشا من ساعه ما دخلت الوش نادر بيه فين ايامك يا عفريت. انا اسف يا باشا، قصدي يا باشا يعني والله يا باشا كانت غلطه وطيش الشباب، ومن ساعه ما خرجت من السجن وانا ماشي جنب الحيط. بص يا سيد، بصيت يا باشا، ايه رايك بدل ما تدخل الاكل ده لابوك انت تاخد الاكل وابوك وتروح بيهم على مصر؟ والله ده يبقى كرم كبير من سعادتك يا باشا، او اشتغاله. ما هو الكلام يعني سيد احنا هنهزر؟ مش معقول سعادتك يعني ابويا ممسوك في كمين بعربيه مسروقه، ورق مضروب وفوق سجاره حشيش، وتقول له هاخده واروح؟ ده لو بابا نويل مش هيعمل معايا الواجب ده في راس السنه. صح، تقدر تعتبرني بابا نويل. وركز معايا بقى عشان ما عنديش وقت. مركز يا بابا. ميري كريسماس يا سيد. اتغيرت قوي يا باشا عن ايام الزاويه. هابي نيو يير. المطبخ نظيف وصعب نوصل لعملها. انا استخدمت كل خبراتي الامنيه، للاسف ما وصلتش لحاجه. انا كمان ما عرفتش اوصل لحاجه مع الراجل اللي بكلمه في الداخليه عشان ابو العز الضفراوي. طيب تحب ساعتك اكلم الشيخ عابد يروح هو ورجالته يخلصوه؟ لا 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 بلاش الناس دول، استنى ما نشوف ابو اليزيد هيعمل ايه. طيب ما ساعتك يعني تكلم جمال بيه يمكن. بلاش جمال بيه لان ظروفه صعبه قوي اليومين دول. اوامر معاليك. نفس الحجز اللي فيه ابوك ابو العز الضفراوي، وده تاجر كبير قبضنا عليه امبارح في كمين المخدرات، لكن للاسف رجالته قدروا يهربوا بالبضاعه والفلوس وقت مهاجمتنا ليهم. يا ولاد الايه العيبة. نعم يا اوساخ، قصدي يا اوساخ. كمل يا باشا. فلو عرفت تتصاحب عليهم وتجيب لي منه اي معلومه عن مكان المخدرات او الفلوس هخليك تاخد ابوك في ايدك وتروح. طب ولو طلع ناصح سعادتك بقى وما عرفتش اطلع منه لا بحق ولا بباطل؟ برضه هقف جنب ابوك وهظبط له المحضر زي ما وعدتك. سيد انا الموضوع ده بالنسبه لي مساله حياه او موت. طب يا باشا ما كنتوا زقيتوا عليه اي حد من المخبرين بتوعكم؟ اهو على الاقل هيبقى عارف يدخله منين. المرشدين محروقين يا سيد. وزهرات ما خلتش يا باشا. لا يا حبيبي، المخبرين بتوعنا ابو العز ورجالته عارفينهم كلهم، انما انت لسه ما حدش جاب خبرك. وحتى لو جابوا خبرك انت راجل سوابق وابوك مقبوض عليه، كانك عملت اي مصيبه ودخلت له جوه، ولما تخش بقى عايزك توجد معاهم وانت وشطارتك. ممكن بقى كوبايتين شاي تاني واربعه كبده بصل بس عشان اوزن المسائل. يا عسكري. عسكري ليه؟ تخشيمه منين يا باشا؟ خلي محضر تزوير والبطاقه دول عندك لحد ما اطلبهم منك، ما تحطهمش مع باقي المحاضر الا لو حصل تفتيش مفاجئ، وساعتها بقدم محضر رقم وارد. تحت امر ساعتك يا فندم. شكله استخسر ان ابوه ياكل الكفته لوحده. بص يا برنس المخدرات، الضابط اللي فوق زقني عليك عشان تقول لي فين مكان المصلحه والفلوس اللي هربتهم في الكمين. انا بقى خدته على قد عقله وهودته، وجاي اقول لك عشان تاخد بالك. عبيط انا؟ عبيط انا عشان اسمع كلام الداخليه؟ طب افرض انك قلت لي فين مكان الحاجه وانا بلغتهم، اقول لك وكمان جيت شهدت ضدك في المحكمه، هتنفعني بقى الداخليه لما رجالتك تضربني بالنار وانا خارج من المحكمه؟ عيب يا باشا. الكفته جلدت يابا؟ اجيب لك سيف تهدم؟ ممكن بعد ما تقري فنجان سالم بيه تقري لي انا كمان الفنجان؟ مدام مها ما بتشوفش غير فنجان واحد في اليوم، وبالحجز حسونة. وماله؟ نحجز. النظام حلو. شكل فنجانك يخوف يا سالم بيه. ربنا يستر. ايه الاخبار؟ سالم بيه. ممكن تعرفيني؟ ايه الاخبار وحشه قوي كده؟ جدا. شايفه ايه يا مها؟ انت هتموت السنه دي على ايد حد مصلبك.